الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. في الفترة الأخيرة انتشرت تحذيرات من وزارة الصحة عن نوع من السمك اسمه سمكة الأرنب، وده لخطورتها الشديدة ومدى سميتها. هنتعرف سوا عن مخاطرها وبيان وزارة الصحة وأعراض التسمم الناتجة عنها كمان في تغطيتنا الخاصة على موقع صدى البلد، فتابعونا. امبارح استقبلت مستشفى ناصر التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد أسرة مكونة من 5 أفراد مصابين بأعراض عصبية بسبب أكلهم سمكة الأرنب السامة. وصلوا في حالة صعبة جدا وتم عمل العلاج اللازم ليهم، وقام الفريق الطبي بعمل كل الفحوصات اللازمة للحالات وتقدم لهم كل الإسعافات الأولية وتعمل لهم غسيل معوي. وحذر بعدها الفريق الطبي كل المواطنين من أكل السمك مجهول المصدر، واللي ممكن يعرض أي حد بيأكله للخطر الشديد كمان، وإن أعراض التسمم بتتمثل في تنميل حوالين الفم وفي الأطراف بعد أكل السمكة اللي قلنا عليها. وتم وضع المصابين وهما نهى محمد علي البدراني 36 سنة وجهاد عادل محمد حسن 16 سنة وعلي عادل محمد حسن 13 سنة ومالك عادل محمد حسن 9 سنين وآسر عادل محمد حسن 3 سنين تحت الملاحظة، وحتى إزالة السموم من جسمهم واستقرار حالتهم. ووضحت الوزارة أن سمكة الأرنب سامة بتؤدي للوفاة، ومفيش للسم مصل للشفاء منه، وبتعرف بالسمكة الأشد فتكاً في العالم. وبعدها نشدت مديرية الصحة في بيان ليها بتحذر المواطنين بالابتعاد النهائي عن أكل السمكة السامة، ونشرت كمان 10 معلومات عنها عشان توضح مدى خطورتها. وأول حاجة بينتها المديرية هي سبب تسمية السمكة بسمكة الأرنب، وقالت إنه بسبب الشبه اللي بين أسنانها وأسنان الأرنب. ووضحت إن النوع ده بيحتوي على غدد فيها سم عالي وبتعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. أما عن أعراض التسمم اللي قالت عنها المديرية فبتبدأ بارتخاء في المفاصل والعضلات وغثيان وصداع. أما في حالة السم المركز فده ممكن يؤدي للوفاة على طول بعد دخول المصاب في غيبوبة كاملة، لو طبعا ما تعملوش إسعافات أولية في نفس الوقت. وسم السمكة دي من نوع تدرادو توسكين، وبيتركز في 3 أماكن تحت الجلد وقرب الأحشاء وجنب النخاع، والتركيز الشديد قوي للسم بيكون في الكبد. وكشف البيان أن تراكم المواد السامة برضو في أسنان السمكة بيسبب تحلل غذائها اللي بيشمل نوع من الطحالب الخضر السامة، وبتعتبر السمكة دي من الأسماك العدوانية اللي بتاكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية. ولفت البيان إلى أن بعض المواطنين بيغريهم الكبد الكبير في السمكة وبيتم أكله، وده اللي بيعرض حياتهم للخطر الشديد. وعلى الرغم من محاولة ربة المنزل أو بائع السمك التنظيف أو السلخ، لكن برضو بيصاب لحم السمكة وكل اللي بيأكلها لعدم الاتقان في إزالة الغدد السامة منها، واللي بيسبب الوفاة الفورية. وحذر البيان في نهايته بعض التجار اللي بيسلخوا السمكة وبيبيعوها قطع على أساس إنها فيليه علشان يخفوا ملامحها، علشان المواطنين ما يعرفوش نوع السمكة، بأنهم واقعين تحت المسؤولية الجنائية اللي ممكن توصلهم للحبس. كده تكون خلصت تغطيتنا، شكرا لحسن متابعة حضراتكم وإلى اللقاء.